حمص وفريخ مشويه على الطريقه اللبنانيه، والطبق الثالث فتوش مع دبس الرمان. واحده واحده بقى نتكلم بقى على الاكل اللبناني مظبوط، عشان بيني وبينكم انا ما بحبش يعني الافتكاسات في الاكل اللبناني بالذات شويه، يعني اللي هو عزيز عليا هو كان بقى مطبخ كده. طيب الفته يعني ليها عيش ما فيهاش هزار، بس الجماعه اللبنانيين مزاجهم عالي، يجيبوا العيش الشامي ويقصوه مقص او يقطعوه مكعبات ويحمروه، يا اما يحمروه في الزيت يا اما يدخلوه الفرن من غير اي حاجه. ماشي الكلام؟ وهنجيب علبه حمص مسلوقه برضه سلقينه في البيت او شارينه من السوبر ماركت. نصيحه مني، لو جبناه من السوبر ماركت نغسله بميه ساقعه، نغسله بميه ساقعه ونحصر فيه ليمونه ونسيب الليمونه جواه ونسيبه شويه. في نوعين من الفته، في ناس تحب تحط رز ابيض بسمتي، وفي ناس تعملها من غير رز خالص. ده موجود وده موجود. حلو الكلام. الفرق تحط رز او مش تحط رز. الحاجه الثالثه هتجيب صدر الفراخ مسلوق. طيب العيش وعرفناه، والحمص وعرفناه، والرز كمان عرفناه. ايه موضوع الفراخ؟ الفراخ بجيب نص كيلو ميه صدور الفراخ، واجيب عندي حله ميه سخنه، وابدا اسلق الفراخ سلقه نظيفه. بجيب رقم واحد قرفه خشب، ورق غار، حل هام، ملح، وفلفل حصى، يغلي كويس جدا. بطلع الفراخ بقطعها اي تقطيعه بصدور الفراخ، واجيب عندي طاسه فاضيه، معلقه زبده او معلقه زيت، ممكن نحط زيت زيتون بس يكون ميه في ميه، ما يخليش الزيت يسخن كتير، لان زيت الزيتون لو سخن كتير بيأكسد،